فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يعذرون القبوريين بالجهل، بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم يقول الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم من طلبة العلم، هل يكفرون لأنهم هؤلاء هم الجهال ما هم عبدة القبور؟ اللي يعذرون المشركين وعباد القبور هذولا هم الجهال. نعم، لا عذر لهم. نعم.